السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، عامين، صحتكم لاباس، اموركم بخير وبخير، وعند معكم هاد الوقت ان شاء الله بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وانا ان شاء الله جيت نشارك معكم الفيديو ديالي يا اختي، وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله. تنشوفوا شنو نديروا في هذا الغدا ان شاء الله. شحال هذه ما دخلتكم الكوزينه معايا في رمضان، ملي خرجنا في الكوزينه من رمضان بقينا يا كنديروا كلشي اللي على الطبله خلاص فقط. هذا النهار ان شاء الله نشارك معكم الغديوه، وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله خوتي، والله يجازيكم بخير، وكنتمناكم تدعمونا وتشجعونا وتتبعوا الفيديو حتى التالي ان شاء الله باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، مرحبا به، الف الف مرحبا، والله يجازيكم بخير اخوتي، يعني فضلا منكم وليس امرا بطبيعه الحال. ان شاء الله باذن الله نشارك معكم النهار شويه ديال بيبي، نطيبوا الغدا ان شاء الله بشويه ديال البطاطا مقليه فريت، وخليكم معنا ان شاء الله. عندي هنا انا شويه بيبي، المهم نقدر انا وليداتي، يعني ما كاين معنا حد هذا النهار. عندي هنا واحد نص كيلو وشي شويه ديال بيبي، المهم الحجم كيبقى لكم نتوما، قطعتوه كطريفات. ندير لكم الكاميرا، كنتبنى هذا الشيء يكون واضح، حيت الصراحه قلي شي شويه. غندير له ان شاء الله بسم الله على بركه الله، نقرد له البصله عندي هكا هي طويله، حيت هاد البصله راكم عارفين ديك الخضره دابا، ماشي ديك البصله اللي كتكون دابا كتكون طريه، يعني تبارك الله دغيا كتذوب. غنقرضها هكا على شكل طولي بهذا الشكل. هذا عندي هنايا انا درت سميتو خمسه ديال البصيلات، ولا مني هما صغارين ماشي كبارين، انتم كتشوفوا الحجم ديالهم، يعني صغارين عندي خمسه هاد البلاص هذا، وعندي واحد ثلاثه ديال الفصيصات ديال الثومه، الثومه حيت بيبي كيبغي الصراحه الثومه بزايد، حيت هو اللحم ديالو كتكون مسوره، كيبغي العطريه بزايد، وكيبغي التشميله، كيبغي الزيت الزبديه، كيبغي القزبر وداك الشيء معدنوس، يعني هو اللحم وصراحه كتكون مجهده، خصو التشميله مزيان باش كيجي زوين. انا قلت لكم نديروا البطاطا ان شاء الله. عندي هنا بصيله كاينه التويمه، انا غنقرضها. عندي خلاص القزبر ومعدنوس، عفوا، عندي القزبر ومعدنوس هو فين هو مقرد هو. عندي كاس ديال الزيت الزبديه عربيه مخلط مع بعضياته، خلطته حتى هو، والعطريه خلاص الزنجبير وسميتو البزار والخرطوم مليحه، هذا الشيء ما كنديروا في العطريه كالعاده، العطريه ديال اللحم راه معروفه، ديال الدجاج بحال بحال، كاين اللي كيبغي داك الشيء عطريه اللي كتكون عنده ديال الدجاج ولا ديال. انا الصراحه كنضيف فقط هذا الشيء، ثم عندي هكا نقرضها حتى هي، وهذا ما كان ثم معنا نشاركوا معكم الغديوه ديالنا كما هي وصافي. نتمنىكم تقبلوا علينا وتسمحوا لنا، وهذا المكان الله يجزيكم بخير، والله يجيبها في ميزان حسناتكم يا رب. قرضتها هكا طريفه ما حكيتها ما والو، بحال هذا الشكل هذا راه كطيب. ودابا ان شاء الله ندير هاد المعدنوس، انتما نضيف هاد القزبر ومعدنوس اللي قررت، نضيف هاد الكويس ديال الزيت، قلت لكم بلدي يا روميه كاس ديال العنبه، الملحه عندي هو بيبي مرقد في الملحه والخل، انا رايت شارب الملحه، عندي فقط واحد شويه ديال الملحه ماشي بزاف، دي شويه عندي تنذوقو عاد ديك الساعات لا كان باقي خصو نزيدو، حيت بس البيبي كيشرب كيدخلو له في ديك العضومه ديالو الملحه وسميتو الحامض، ديك العضومه ديالو كيهزو الملحه، ما خصناش نديرولو بزاف. المهم نخرقو وندير له معلقه، ندير له معلقه ديال البزار، البزار ما كنكثرش حيت ندير الصراحه داك البيض، داك البلدي البيض كيكون حار وما كنكثرش بزاف، ندير له معلقه ما عمرهاش بزاف، هي النص، وسكنجبير معلقه درت له، وقلت لكم كيبغي العطريه بزايد صافي. هذا هو القياس ديالي، ندير له شويه د الماء ونخليه يتقلى كلشي فيه، غنخليه يتقلى واحد شويه وعاد باش نقفل عليه. دابا ندير له غير واحد القطيره ديال الماء ماشي بزاف، ثمان كاس هكا ديال الماء،
كنخليه يتقلع على الفيلم هي لطيف ضغمر هكا كنقفل عليه ان شاء الله كنخليه يطيب وندوز ان شاء الله نحيد البطاطا ديالنا باش نخليها حتى هي هانتوما جزبي ومدغمر ان شاء الله على البطاطا طيب خليته يتقلى مزيان هانتوما خليه يتقلى مزيان وعاد باش نمرقو نقفل عليه انا خوتي رجعت معكم انا هذه سميتو الكوكوت هي تقلات خلاص ديك المريقه راه بفصيلات شي حرات عندي لها دابا مريقه مرقه مزيان ايوا هاد شويه هاد البطاطا مخليه صراحه صغيره لا مرقه لا والو كاين شي شويه د الماء هي فاش عيطت ليها البيبي. السلام عليكم اهلا خوتي كيف بقيتوا لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف بقيتوا لاباس عليكم كي دوزتوا العيد ديالكم هذه ما هضرت معكم اسماء كتنقي لي بطاطا ايوا اش كتعاودوا لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير نقوم المليحه بقيت هو هذا كنخليه بقيت باقي خصو شويه الملحه نزيدو بقيت قلت لكم بيبي كنت رققت في الملحه مازال خصو واحد شويه المليحه ماشي بزاف شي شويه نزيدو شويه الملحه ملي كتبقى الملحه اضوق وصافي اللي كيبغي مالح كاين اللي كيبغي مسوس دابا غنقفل عليها ان شاء الله باذن الله ونخليها تطيب وحنا كنحطو البطاطا ديالنا نديروها تقلى ان شاء الله عندي شويه البرق حتى هو بغيت نخضر به غير نزوق به البطاطا ديالي يعني واحد البريقه حتى هما فين هما درت لهم ميها غسلتهم مزيان درت لهم ميها نحطهم حتى هما يتسلقوا غنديرو ميه داخل الفرن يطيبوا عفوا يتسلقوا طيبوا في الماء تاع دغمر لي المريقه ديك الساعه ندير لهم شويه ديال المريقه ديال البيبي ونخليهم يتشحروا فيها مع شويه القرفه وشويه السنيده كيعجبني الصراحه انا البرقوق كما الدجاج كيجي زوين مع من ما كان احيتيها انا غنجيب بانيو فاش نغسليها ولا مغسلوش سميتها نقيها مزيان عاد نغسلها البطاطا قد ما غسلتها داك النشا اللي كيكون فيها خاصها ضروري زوين لا دابا راني غسلتها قشرناها وعن ندير لها هكا نقردها على شكل طولي ونغسلوها من داك النشا اللي كيكون فيها الصراحه داك النشا هو اللي كيخليها تجي رطبه ما كتجيش زوينه ملي كديروها في المقله كترطب لكم كتلوى داك النشا اللي كيتقلى معاها هو اللي كيخليها تجي رطبه خاصها تصاوب هكا على شكل طولي عفوا المهم كما قلت لكم هي هذيك كنشدوها نقردوها هكا وكنغسلوها بالماء مزيان كنغسلوها حتى من جوج مرات ولا ثلاثه د المرات نحيد هاد النشا راكم عارفين البطاطا فيها النشويات بزاف نغسلوه باش كتجينا في سميتو في الفريت ديالها كتجي مقرمله وكتجي زوينه كتبقى واقفه ماشي حنا كنقليوها وهي كتلوى هذا هو السر ديالها ديما البطاطا من تقردوها هكا غسلوها المهم دابا انا غنقردها هكا على شكل طولي وغنغسلها ونديرها في الشبكه ان شاء الله تقطع ونرجعوا معكم باش ما يطولش ليكم لا فيديو اسماء راه كتقشر لي وانا كنقرب وهذا اللي كان الصراحه حنا ما كرهناش نجلسوا نتعاودوا معكم النهار كله ولا ملي الهضره راه ما كتسالاش باش ما يطولش عليكم لا فيديو خليكم معنا ان شاء الله وها هنا رجعنا معكم الكبيبات ديالي هنا البطاطا قليتها من بعد ما غسلتها في الكوم وصفيتها من الماء مزيان ودرت لها شويه د الملحه ها هي فين هي كيقليت انا خلاص راني قليت جوج قليات هنايا ما نبغيش طريقه ثانيه واحد الوحيده صافي راني ساليت البرقوق البريقه كما هادو هما كما كنطابو اللي كتكون عجبتهم نديرهم مع البطاطا نضرب بيهم نزوق بيهم صافي كيعجبو البرقوق بلاصه هو راه مزيان الصراحه الكوكوت هي مازال كتبقى انا غنطلع عليها حتى هي نشوفها ان شاء الله راه تكون طابت وبطاطا هي ساليناها ان شاء الله باذن الله غندرب شويه ديال الخلاص وشويه ديال السيخ ديال السويله عفوا وشويه ديال الفوق وهذا هو الغديوه ديالنا ديال نهار اليوم كنتمنى الصراحه يعجبكم المهيار اللي شاركنا معكم وصافي هذا ما كان فشاركوا معكم حياتنا وخليكم معنا ان شاء الله على ما نحيد هذه الكميه ديال البطاطا ان شاء الله باذن الله نشوف عليه الكوكوت واش طابت وباش نغطوا الغديوه ديالنا ان شاء الله ونرجعوا معكم وهي هذه الغديوه ديالنا خوتي اللي شاركنا معكم هي وجدات صراحه شوفوا المريقه ديال بيبي كي جات ما شاء الله
داك البريقات اللي كنت عسلت وريتكم هما عسلتهم بالقرفه، خلاص درت المريقه في التالي طابو تبارك الله ما شاء الله جاو فنين. وسلقت واحد جوج بيضات خلاص زوقتهم هكا الدويكر فقط اللي بغى ياكل البيض، وخبيز ديال الدار بطبيعه الحال، شويه ديال الخيار قطعته هكا دوائر مليحه، شويه ديال الفكوس، ود اللحم طبيعه الحال، والخوخ حني السويه لما قررتها لهم الصراحه قلت بحال ياكلوا هذا الشيء. وهي هذه الغديوه ديالنا. اسماء ها هي فين هي جالسه، راه ما عندهاش حجابها خلاص ما دايرهش الدره وجويريه والسي عبد الرحمن عاد كنوضوهم من النعاس خلاص من طبيعه الحال، حنا حطيناهم مازالين ناعسين. وهي هذه الغديوه ديالنا ديال نهار اليوم، تشاركناها معكم، كنتمنى الصراحه تعجبكم، تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبعات ديالكم والدعم ديالكم، والله يجازيكم بخير والله يجيبها في ميزان حسناتكم، وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. نتغدى ان شاء الله باذن الله، ومع السلامه، وتهلاو في راسكم، السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.